بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة كجزء ثاني لحلقة ارتفاع ضغط الدم. تكلمنا عليها في الجزء الأول طبعا على شنو عوامل الخطورة قلنا حلالي كبداية، وفي هذه السلسلة اللي بنناقش فيها عدة مواضيع من عوامل الخطورة، بدأنا بارتفاع في ضغط الدم كعنصر مهم وك يعني مرض بشكل شائع وموجود، وبالتالي تسليط الضوء عليه في أكثر من حلقة مهم جدا الصراحة. تكلمنا في الأول عن شنو الضغط وأنواعه وكيف يعرف الشخص أنه هو مريض ضغط، خاصة بالأعراض اللي هي الصداع الخلفي، هذا في خلف الرأس، تشنج في الرقبة، ممكن يكون في معه زغلل للعينين، وفي ناس ما عندهاش أعراض صراحة. وهذه نقطة، هذا علاش نقولوا احنا كل فترة لابد الحد يكشف، خاصة لو كان ارتفاع ضغط الدم يعني يلامس 140 على 90، فذلك نقول له على الأقل في السنة مرة لازم تشوفها أو كل فترة تشوفها، أو لو حسيت بأعراض زي صداع مزمن وخاصة في المنطقة الخلفية للرأس، تشنج في الرقبة، نقوله واحد يقولك حتى تقل في الأكتاف، يعني يقول أكتاف رزان ويحس في نفسي حتى تنمل في الأطراف، في عيونه في مدغدشة، الدوخة اللي هي الدوران، ماهوش مشكلة لو أنت شفت ضغط الدم تاعك وقسته للتأكد منه أو قياس أكثر من مرة. كيف نشخصه وكيف نعرف الأعراض وكله تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. اليوم خلاص إذا كان المريض تأكد أنه عنده ضغط، ارتفاع في ضغط الدم، وأكد له طبيب القلب أو طبيب الباطن أنه هو عنده ارتفاع في ضغط الدم، أهم الكشوفات اللي هي طبعا لازم أول شيء نركز على تحاليل الدم اللي هي بالذات وظائف الكلى، لنا شيء أساسي ومهم جدا. مراحيانا المشاكل الكلى هي اللي تسبب في ارتفاع ضغط الدم، وحين المريض عنده ضغط لفترة طويلة أدت بالتالي أدى لهذا إلى مشاكل في الكلى. بالتالي وظائف الكلى مهمة، تحليلات الأملاح، الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، وتحليل الغدة الدرقية، لأن اضطراب الغدة الدرقية قد يؤدي إلى قصدي قراءات مش ثابتة لضغط الدم أو ارتفاع في ضغط الدم. تحليل حتى يعني وظائف الدهون، السكري، تأكد ان هذا الشخص اصلا عنده سكر او لا، واذا كان عنده سكر للتأكد ايضا انه هو سكر منتظم او غير منتظم، لان هذا مهم في العلاج. اجراء تخطيط للقلب، جهاز ايكو للقلب. الايكو طبعا حيبين احيانا في بعض الناس ممكن ما يكونش يعني عنده ضغط دم من فترة وما يعرفش ومش متأكد، أحيانا في علامات معينة بجهاز الإيكو نعرف بها أن هذا الشخص عنده ضغط دم ومن فترة طويلة، يعني أو يعني أن هو متعرض لارتفاعات في ضغط الدم متكررة من خلال بعض القياسات بجهاز الإيكو، خاصة هو تضخم عضلة القلب اليسرى. ممكن نشوف بعض الكشوفات حتى على جهاز على الكليتين، نشوفوا هل فيه مثلا اللي نسموه فيه الالتراساوند او الموجات فوق صوتيه على الكليتين، يدير جهاز هذا يشوفه. في بعض الناس عندهم تلقى مشكله خاصه في اكياس في الكلى قد تؤدي الى مشكله في ارتفاع ضغط الدم، او فيه كليه مثلا حجمها متضخم او حجمها صغير، او في علامات ان فيه مثلا الغده الكظريه اللي فوق الكليتين فيها تضخم او شيء، هذه علامات كلها تساعدنا في مزيد من تشخيص او البحث على اسباب اخرى لارتفاع ضغط الدم. ايضا فيه العلاج في هذه الحاله بعد انه تاكد انه هو خلاص مريض ضغط وعنده ارتفاعات وتحليلات واضحه والقياسات واضحه والامور كلها، هنا في ضروري من بدء في العلاج. العلاجات طبعا بنوع على نقطه واحده، ما نقدرش نتناول العلاجات بالتفصيل لان كل حاله لها علاقه يعني تعتمد على حسب الطبيب نفسه بيقيم الحاله بنفسه. اذا كان مريض سكري عنده بعض الادويه تنعطى له، ما تنعطاش لغيره. في بعض الناس عندهم مشاكل في الكلى فبالتالي في ادويه الضغط تنعطى لهم من مش نعطوا لهم نوع اخر. في ناس حسب السن طبعا، في ناس اللي اعمارهم تحت ال 55 سنه مثلا مش زي اعمارهم فوق ال 55 كبدء للعلاج، يعني كنبدو لهم بالدواء. يعني كل حد ممكن يكون ليه نوع من الادويه، خاصه ان احنا تقريبا 5 تركيبات يعني كبيره هي كادويه الضغط بالعموم، وبالتالي نقطة انه هو مش كل حد يعني يمشي معاه دواء ضغط معين، يعني ممكن واحد يكون
أخوه مثلاً وأبوه، كل حد يأخذ في نوع معين ما ليش علاقة ببعضه، ومش لازم إنه هو المريض نفسه يأخذ دواء من عندك، دواء متاع أبوك ولا كذا بيأخذ حتى هو عادي وكذا. هذا الموضوع ما ليش علاقة ببعضه. لذلك زيارتك أنت لعيادة القلب وأخذ العلاج المناسب حسب عمرك وحسب وظائف الكلى متاعك، وهل عندك سكري أم لا، هل عندك مشاكل في الغدة الدرقية أم لا، هذه كلها عناصر وحاجات مهمة لابد أن يعني طبيب القلب يتأكد منها وعلى ضوها يعني يختار لك الدواء المناسب ليك. في حالة بدء الدواء وبدأ العلاج المريض عندنا مهما كان عند ضغط دم تاع درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، الدواء طبعا شنو هدف المناطي للدواء؟ لابد أن يكون عندي هدف لوصول لضغط دم معين. بالنسبة لضغط الدم لمرضى مثلا السكري ومرض الجلطات وكذا، ضروري من نزل ضغط الدم إلى 130 على 80 أو أقل، يعني حتى 140 على 90 ما نقبلش به، فلذلك لازم نقصوه الى اقل ما يمكن الى حدود 130 على 80. مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى او ضعف في الكلى يعني بين ال 130 على 90 او 130 الى 139 يعني فوق، يعني اقل من 140 بشويه مقبول، او الناس اللي عمرهم فوق ال 65 سنه فما فوق، حتى هم يعني تحت ال 140 على 90 شويه اوكي تمام يعني ممكن نقبله. الناس مثلا لكن بالعموم هو ارتفاع ضغط الدم هو الهدف منه الوصول الى ما دون 140 على 90. فاي علاج بتاخده ضروري باش تقول انت خلاص ضغطك استقر وامورك تمام، اذا لابد من الوصول الى ضغط الدم الى ما دون 140 على 90. هذا كلام بالعموم يعني. يعني خلاص خديت الدواء، تشخصت، تابعت، درت التحليلات والكشوفات، ووصلنا بالضغط بالعلاج الى مدى 140 على 90، خلاص يبقى عندك شنو؟ يقول عندك المتابعه الدوريه، الانتظام في الدواء اللي بيعطيه لك الطبيب الخاص بيك، نظام الاكل، اخذ الدواء في مواعيده، وكل النصائح اللي بتلزم بها تستمر بها حتى يتم الاستقرار. الضغط ممكن التعامل معه، وممكن الواحد يحافظ عليه لما ياخذ دواء منتظم وينظم اكله ومتابعه دوريه مع الطبيب الخاص به. فيه نقطه اللي تكلمنا عليها، هم الناس قلنا احنا 10% اللي ممكن عندهم سبب اخر لضغط الدم. من هم الناس هذو؟ كيف نشكوا فيهم احنا؟ يعني مثلا الناس الصغار في السن، اعمارهم صغيره في العشرينات، نقولوا في حدود العشرينات او ما اقل او تحت 30، هذا نشكوا حتى هم ممكن ارتفاع ضغط الدم لما يكون عالي جدا كدرجه ثالثه نسموا فيه، او يرتفع الى 180% فما فوق. الناس اللي تعطي لهم في دواء للضغط وقاعد مرتفع ما ينزلش وما يستقرش بسهوله، الناس اللي يكون ضغطه عادي جدا وفجاه يرتفع بشكل مفاجئ جدا ويسبب له حتى اعراض كبيره، الناس اللي مثلا اللي عندهم حاجه اسمها انقطاع التنفس اثناء النوم، هذا يكون سبب ثانوي يعني مش عندهاش ضغط نفسه، اذا سبب اخر. مرضى الكلى عندهم نعتبره فيهم هو عندهم سبب ادى الى ارتفاع في ضغط الدم. الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الغده الكظريه، وهذه نقطه مهمه اللي حكينا عليها، تضخم الغده الكظريه والهرمونات التوتر اللي فيها الكورتيزول والادرينالين ونور ادرينالين، هذه كلها هرمونات طبيعيه بتاع التوتر وانفعال. هذه لما تصير في تضخم في هذه الغده بتؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، وذلك فيه ناس لابد أن نعرف وشين السبب متاعهم. الناس الأعمار صغيرة في السن ممكن يكون فيه عيب خلقي في الشريان الأورطي، بالتالي هذه حاجة حتى هي ضروري نحطها في الحسبان. ممكن يكون فيه تضيق في الشريان الكلوي، الشريان الدم اللي يوصل في الدم للكلى فيه مشكلة، وبالتالي هذم عندهم سبب تاني. هذم أكثر الناس اللي نشكوا فيهم أو عندهم أسباب ثانوية، أسباب الثانية اللي نسموا فيها أسباب الغدة الكظرية والغدة الدرقية ومشاكل الكلى، والناس اللي عندهم انقطاع في التنفس أثناء النوم، الناس الأعمار صغيرة ويرتفع فجأة، ممكن يكون عندها حتى عيب خلقي يعني اليوم صغار في السن في العشرينات أو 19 أو 18 وضغطه يرتفع، ممكن يكون عندها الشريان الأورطي فيه تضيقات منذ الولادة، وهذا أمر موجود والحالات هذه موجودة.
عندي بس بعض يعني النصائح اللي ديما احنا نقول فيه لابد من متابعه دوريه. اذا كان انت مريض ضغط عندنا شويه نصائح يعني مهمه جدا نختم بها، اللي هي ضروري من التاكد اذا كان عندك اي اعراض ارتفاع زي الصداع، زغلله في العينين او ما شابه، ضروري ما تقيس ضغطك واكثر من مره عن طريق الطبيب اللي في العياده اذا كانت الباطنه او القلب. في حال تاكد ان انت عندك ارتفاع في ضغط الدم بعد اجراء التحاليل والكشوفات اللازمه، لابد من تبدا يعني تبدا في كورس العلاج اللي بيعطيه لك الطبيب الخاص بك. الدواء هذا بيحتاج الى متابعه دوريه في البدايه، بيحتاج الى التزام باكل قليل ملح او احيانا بدون ملح، نظام صحي، نوم، يعني تنظيم النوم تاعك، ضروري التقليل من الأملاح والسكريات والدهون، تنقيص الوزن عامل مهم جدا، ممارسة الرياضة حسب صحتك وحسب عمرك وحسب جهدك، ضروري من المتابعة الدورية، لأن نحن المتابعة الدورية نستفيد منها أن ما تخشش في مضاعفات أخرى من الضغط الدم، أنك ملتزم بالدواء والدواء مش مؤدي مسبب لك أعراض جانبية. المتابعة نشوف بها وضع القلب هل تحسن على ما قبل بدء العلاج أو ما بعده، هل المريض داخل في بعض الأعراض الجانبية أو المضاعفات من مشكلة الضغط، بالتالي نتعرف عليها باكرا وعلاجها ومنحها إن شاء الله من خلال هذه المتابعات وهذه النصائح اللي نلزم بها كل حد. هيك كملنا إن شاء الله موضوع الضغط، ولو بنصائح عامة وبعض النقاط تسلط الضوء على بعض الأسئلة اللي تدور في ذهن كثير من الناس. إن شاء الله نكون بس ضفنا بعض المعلومات الكافية لكم، وبارك الله فيكم على حسن المتابعة والانتباه. شكرا لكم، نلتقي بكم في حلقة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم.